بس ابدا مع الاهلي النهارده والتمرينه اللي بدات صباح اليوم. مستر كولر دايما بيحب يتمرن في الفتره الصباحيه، ويمكن من الملامح اللي شفتها امبارح والنهارده في تمرينه النادي الاهلي ومن الاخبار اللي جايه لنا طبعا من زمايلنا اللي بيحضروا وبيشوفوا التدريب، الراجل اليومين دول بيشتغل فردي اكتر ما بيشتغل جماعي. صحيح التمرينه بتنتهي بتقسيمه بيشرف عليها مستر كولر بنفسه وبيشتغل فيها وبيوقف اللعب وبيتكلم مع اللعيبه، لكن في جزء اساسي وكبير جدا من التمرين بيشتغل فيه مع اللعيبه على تنميه المهارات الفرديه، سواء التحرك بكوره او بدون كوره، سواء فكره السلام والتسلم، سواء فكره التصويب. مهتم جدا مركز جدا في البرنامج التدريبي على فكره التصويب من بعد، والتعامل كمان مع الكرات الدفاعيه سواء كان ده دفاعا او هجوم. دي لقطات طبعا من تمرينه النهارده. خليني اقول لكم طبعا انه ديانج يمكن تابعنا امبارح مشاركه اولى لديانج في التمرينه، والنهارده شارك كمان في جزء من التمرينه، وهيخش هيكمل بشكل طبيعي كده بالتدريج عشان ان شاء الله يكون جاهز مع عوده النشاط مره ثانيه واستئناف الماتشات سواء في الدوري او الكاس. كمان السولية النهارده ورامي ربيعه دخلوا في الجيم وشاركوا في جزء كده يعني برنامج تأهيلي محطوط ليهم زي ما حضراتكم شايفينهم على الشاشة، بيقربوا سنة بسنة إن شاء الله عشان يرجعوا تاني يشاركوا مع الفريق في الفترة اللي جاية. دي أخبار تمرينة النهاردة. بيرسي تاو في المشهد، حسين الشحات في الصورة، ألي ديانج واقف ورا. يعني الحمد لله برضو فترة التوقف فيها نقطة إيجابية إنك بتساعد أو بتاخد فرصة تأهل الناس اللي كانت بعيدة نتيجة إصابة في الفترة الأخيرة.